حينما يغيب الإبداع في تربية الأبناء تصبح الوسائل تقليدية غير مجدية مع تسارع العصر وتقدم الزمن. من هنا كان عنوان أسبوحتنا لهذا اليوم: الإبداع في تربية الأبناء، ومع الدكتور علي الزهراني. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام للحديث عن الإبداع مع أهل الإبداع الدكتور علي بن عيسى الزهراني، خبير التدريب في البورد في التدريب العربي. حياك الله دكتور علي. الله يسلمك ويبارك. الله يعطيكم العافية. حياك الله وحيا الله العاملين. الله يسلمك. احنا اعتدنا أن نسمع كلمة الإبداع يعني في المشاريع في التربية، يمكن هذا يعني شيء جديد علينا، لأنه اعتدنا نحن في مجتمع نمطي نعيش خلينا نقول الأساليب التربوية، يعني بناء على البيئات اللي نحن نعيشها. دخول التعليم وانماط التعليم والتدريب على العملية التربوية من خلال المدارس وغيرها قد يكون موجود، لكن برضو يعيش شيء من النمطية إلا في بعض الأحيان. أنا أبغى أتكلم إذا سمحت لي عن أثر التعليم والتدريب يعني في بناء الأجيال. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل. طبعا ما في شك أنه للتدريب وللتعليم أثر كبير جدا في صناعة الأجيال. جيد. فأنا عملت في التعليم 31 عام، ما تمنيت يوم أني لست معلما. ما شاء الله تبارك الله. 31 عام. 31 عام. وبدأت رغبة، يعني مو ظروف الحياة أجبرتك أنه ما في وظيفة إلا التعليم. قد يكون البداية تختلف، لكن يعني لما نعيش نعم، فحتى يعني الخمس سنوات الأولى غير بقية العمر. الأمر الثاني في التدريب يمكن لي حوالي 25 سنة تقريبا. فيجد الإنسان لذة، يجد لذة ويجد نشوة عندما يجد تلاميذه وأبناؤه خير منه. ولا خير في معلم لا يصل إلى مرحلة يقول يا بني أنت خير مني اليوم. فهذه من خلال التربية والتعليم أنت تستطيع أنك تصنع أجيال رائع. يعني إحنا لو نظرنا مثلا إلى ماذا يصنع الإنسان، هي أشياء بسيطة، هو يحتاج إلى يعني فقط أركان بسيطة. أنا عندي قناعة وعندي مبدأ أقول إن التربية تتم من خلال أربع ركائز. رائع. ما هي الركيزة الأولى؟ هي التعليم. التعليم إيش يعني؟ يعني تقدم له معلومة، تقدم معلومة، ممكن تكون قاعدة شرعية، ممكن تكون قاعدة في الرياضيات، ممكن تكون قانون، أي شيء. الشيء الثاني، الركيزة الثانية اللي هي النشاط، وهو شيء يمارسه فيخرج مواهبه وقدراته اللي تميزه عن غيره من الآخرين. هذا النشاط يحول هذا التعليم المعلومة يحولها إلى سلوك. رائع. الركيزة الثالثة وهي النظام الذي نحن في صراع معه، النظام بحيث أنه هذا مسموح هذا ممنوع، هذا لك هذا مهلك، هذا خط أحمر. رائع. في المطارات نحن أو عند الجوازات إذا رأينا الخط أحمر لازم نتجاوزه، إذا كنت أنا الأول، فإذا كنت الثاني أكون جنب الأول يعني. فإذا نظر إلي الموظف رجعت، لكن مرجع وراء الخط أكون على الخط، ما نستطيع. في شيء كذا في النفس. أيوة، يعني أنت تحس لأنه أنت ممكن تلقيت أو تربيت على أساس أن هذا النظام قهري، أنك أنت لازم تسمع وتطيع بدون ما تشعر أن هذا هو الصح. فتجد مثلا حتى عند الكعبة عند الحجر الأسود الناس صف طويل جدا ينتظرون دورهم، احنا ما نستطيع، لازم ندخل كيف يقبل حاجه جالس يمكن ربع ساعه نص ساعه ويجيك واحد. هو ابدا ممكن يجلس ساعه ساعتين في هذا الطابور، ما عنده مشكال، احنا ما نستطيع نصبر. فنحتاج نربي ابنائنا على انه هذا مسموح هذا ممنوع، هذا خط احمر، هذا لك هذا لاخوك، هذا تاخذ هذا ما تاخذ، هذا لازم تستاذن، وهكذا. اذا التعليم، النشاط، والنشاط والنظام. والنظام والرابع؟ الرابع التدريب. التدريب التدريب وهو يشمل هذه الثلاثه، تقدم معلومة
ويمارسها يطبقها وفق نظام معين فهو أسرع. فالمعلم الناجح هو مدرب، المعلم الناجح هو مدرب. فالنظام والتعليم أو التدريب، فالتعليم والتدريب فعلا أنها تصنع الأجيال. طيب خليني أتكلم عن الإبداع، أين يكون الإبداع في هذه المجالات اللي تحدثت عنها، مع أن أشياء ممكن خلنا نقول ممارسة، يعني لك ما شاء الله 31 سنة في التعليم، يعني التعليم كان موجود، النشاط موجود، النظام يمكن كان صارم أكثر من الآن يعني صرامة فيه، وكان التدريب على هذه الأشياء خلنا نقول لك وإن لم يكن منظرا لكنه سلوكا يمكن كان موجود. إيش الإبداع اللي نحن نبغاه يعني الآن يكون موجود؟ يعني نربي ترى التربية السابقة كانت ممتازة، وما في يمكن أب يقول ولده إلا حنا لما كنا، ولما كنا أول، لما كنا أول. إيش في إيش في إبداع يعني؟ وجدوا هذه حتى في الكهوف في المخطوطات، إنه هذا الجيل ما هو تمام الجيل الأول تمام. يعني ليست مقولة جديدة فهي مقولة يعني من العصور. فكل جيل يقول هذا لأنه هو يقيس على نمط معين. أنا أقدم دورة بعنوان الإبداع في تربية الأبناء. يعني أحيانا أطرح سؤال على نفسي أمام المتدربين، أقول لماذا هذا العنوان، لماذا الإبداع في تربية الأبناء؟ عشان أجيب على هذا العنوان لازم أجيب على ثلاث كلمات: لماذا الأبناء أولا، بعدين لماذا التربية، لماذا الإبداع. لو سألتك أنا لماذا الأبناء، إجابات كثيرة، حتى المشاهدين ممكن يعني يجيبون، يقولون هم فلذات الأكباد، هم قرة العين، هم أمل الأمة، هم المهندس، هم الطبيب، هم أصحاب القرار غدا. فالأبناء يعني شيء مهم، ثروة كبيرة، هم أعمارهم في امتداد أعمارنا، أعمالهم في موازين حسناتنا، فأمر طبيعي أن نهتم فيهم. طالما هم بهذه المكانة وبهذه القيمة وبهذا المنزلة، إذن يحتاجون إلى تربية، إلى صياغة، إلى إعداد، إلى برمجة، يحتاجون. لكن سابقا كان ثقافتك أنت ما تتجاوز ثقافة أبوك ولا معلمك. الألعاب اللي أنت لعبت بها لعب بها أبوك ومعلمك، السفريات سافر أبوك ومعلمك أكثر. الآن اختلفت شوي، تختلف تماما. الابن وإن كان حتى ما دخل مرحلة ابتدائية تجاوز أبوه، تجاوز معلمه، مع الشيء الموجود فضائيا ومع التقنيات الموجودة بين أيديهم أصبحت التربية التقليدية ما تصلح، ما تشد. فتخيل أنت لك، تخيل أن لما نقول لماذا تربية إبداعية، تخيل أنه معلم ليس له علاقة بالإنترنت، ليس له علاقة بالتقنية، فينصح التلاميذ أنه لا تقربون هذه الأشياء لأنها خطيرة، بينما أحد طلابه ممكن يدير منتدى وأسلم على أيديه كثير. فكيف هذا المعلم يؤثرها على هذا الطالب إن لم يستخدم تربية فعلا إبداعية، تربية جديدة يواكب الشيء الموجود ويزاحمه؟ جيد، هذا الكلام يخليني أسأل سؤال شوية كذا، يعني نقول التربية صعبة يعني بهذا المفهوم، أنه مثلا الأبناء قد يفوقون آبائهم معلمينهم في بعض التقنيات بعض الأدوات، يعني نقول أنه في صعوبة في التربية؟ هو في صعوبة وفيه يعني سهولة. أما الصعوبة، الصعوبة والعوائق الموجودة يعني أمام التربية، أنه أنت لو تيجي تنظر مثلا إلى الطفل من ولادته إلى 18 سنة، هذا العمر يسمى قتل الإبداع. فهو يتلقى في هذا العمر من ولادته حتى 18 سنة، يتلقى حسب الدراسات من 50,000 عبارة أو رسالة سلبية إلى 500,000. أنت ما تفهم، أنت غبي، ما تعرف، أخوك أحسن منك، ولد الجيران، إلى آخره، من هذه العبارات المؤلمة أو حتى تكشيرة وجه تؤثر. الدراسات تقول من 50,000 يعني الآباء المعتدلين إلى 500,000، بينما الرسائل الإيجابية لا تتجاوز 600 رسالة في 18 سنة. هذا في يعني أغلب المجتمعات نقول، ولا في مجتمعات؟ لا، هذه في مجتمعات راقية الدراسة. هذه قاتلة. هذه في مجتمعات راقية، ما عندنا دراسات زي هذه ما يوجد.
يعني أنا على سبيل المثال يعني من المواقف اللي حصلت لي أذكر وأنا طالب في ثالث ابتدائي أو ثاني ابتدائي، طولي لا يتجاوز عن طول الماصة يمكن 80 سنتي الماصة، أنا أكتب عليها وأنا واقف. كنت مع الوالد رحمه الله وهو يدرس في المدرسة الليلية، فكان يبدو عندهم مادة رياضيات والأستاذ واقف بجواري طوله مثلي مرتين تقريبا أو زيادة، فأنا كتبت كتابة حليت المسألة وما أدري إيش صنع فأعطيتها الأستاذ، فكان موفق. إيش كان موفق؟ أخذ الورقة فكتب لي صح من أسفل إلى أعلى الورقة صح واحد، قال أنت أفضل من أبوك، والوالد موجود، فكلمة أثرت صدري، لسان حالي يقول الوالد شوف الناس اللي تقدر. فقمت أعطيه الورقة وقلت امسك اكتب انقل، يعني استفيد من والدك وأعطيه زملائه اللي معاي ينقلون. عبارة قالها المعلم، أنا الآن ما أعرف المعلم إيش كان قبل هذا الموقف، إحنا كيف جينا مدري، كيف خرجنا بعدين مدري، بس هو مقطع صغير جدا أتذكره. عبارة قالها المعلم لا أعلم إذا كان هو يعنيها أو ما يعنيها، يعيها أو ما يعيها، عن قصد أو عن غير قصد، لكنها إيجابية. من مربي ينبغي أن يكون هكذا، فربما إنها علقت في عقلي الباطن فحبيت الرياضيات وأشعرت أني أحسن واحد في الدنيا أنا أعرفه أبوي أحسن واحد، فأنا الآن أحسن منه خاصة في هذا الجانب بشهادة أستاذه. فالكلمات الإيجابية لها أثر، السلبية لها أثر. وتخصصت بعد كذا برضو رياضيات؟ خصصت رياضيات بعد. ربما تكون يعني بسببها لأن العقل الباطن يؤثر في اتخاذ القرارات بنسبة 90%، سبحان الله، أو 93% مما يؤثر على العقل الباطن تأثيره في اتخاذ القرار نعم لا إيوة، مما ترسخ في الذهن. العقل الواعي اللي هو دراسات ونظريات وتفكير حوالي 7% تؤثر، فلها تأثير كبير جدا. لهذا احنا ممكن نقول انه والله يعني نستطيع نقول من الاشياء اللي تعيقنا في هذه انه عندك انت يعني كثر شركاء متشاكسون في هذا الطفل اللي يربونه، الام الاب المعلم المعلمة البيت الشارع المدرسة المسجد الحي الى اخره الاعلام، كل هذه تربي. من الاشياء السلبية المؤلمة انه بعد الاباء عن الاباء، الان من اول كان مصاحب له حتى على وجبات الطعام حتى عند النوم في كل وقت، فهو يتلقى منه حتى مع الضيوف، الان كل واحد جالس في عزله حتى ايام الاعياد واحنا مجتمعين كل واحد بجهازه يتكلم مع عالم اخر، فما يمكن التلقي من هؤلاء. اذا كيف ممكن تتحول هذه الصعوبه الى سهوله؟ انه انا ابحث عن الشركاء. جيد. ابحث عن الشركاء. تسأل أنت هل أن التربية سهلة أو صعبة؟ عندنا في الطائف برج يسمى برج قلب الطائف 33 دور، أشتغل فيه مجموعة من الشركات، كم توقع شركة؟ عدد من الشركات اشتغلت في هذا البرج 33 دور؟ إيه؟ يعني 7 شركات 8 شركات 26 شركة إيش كل دور ماسكين وشركة يعني إحدى هذه الشركات لإدارة الوقت وشركة أخرى لمكافحة النمر الأبيض في الأساسات. هذه الشركات 26 أنتجت لنا برجا ليس عالميا ولا عربيا ولا حتى على مستوى الخليج ولا حتى على المستوى الغربي، مكة فيها أعلى. صحيح. 26 شركة أنتجت برج، أيهم أصعب، بناء برج أم بناء إنسان؟ لا شك أن الإنسان، فما بالك إذا كان الإنسان هذا نريده عالميا، أمر صعب. إذن شريك واحد 2 3 4 لا تكفي، فالحل ما هو؟ اني ابحث عن الشركاء الغير متشاكسين، الغير متشاكسين، وابدا اني اخليهم يشاركون معي. الاب ليس بالضروره يستطيع يعمل كل شيء، الام كذلك، المعلم كذلك، لكن هم يكملون بعضهم، فينبغي عليهم انهم يتامرون على تربيه هذا. جيد. هذا التآمر بعض الأحيان قد يكون يعني في تداخلات وكثرة الشركاء مدعاة أنه يكون في تشتت، والله ضرب مثل في رجل سلم لرجل ورجل فيه شركاء متشاكسون، يعني هذه ألا تكون من العوائق بدل أن تكون هي مثلا من المساندات، من العوائق اللي ممكن تكون عوائق في التربية؟ أبغى أسمع إجابة إذا أنت لي بعد هذا الاتصال. الله يعطيك العافية. معنا أم مجاهد من حائل، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أختي الكريمة.
يعطيك العافية. يعافيك يا ربي. الله يسلمك يا رب. يعني بحب اني انا اشارك مع الاخ المعلم على اساس انه انا كمان كنت يعني زميله له في سلك التعليم وفي ميدان التعليم يعني، وحابه يعني اني اشد على ايده وانا معاه في كل طرح طرحه الاخ. انه المعلم له دور كبير بعد الاهل والبيئه هاي المحيطه في الطفل خاصه في السنوات الاولى. حتى انا بذكر انه نفس الـ يعني الـ الموقف اللي صار مع الاخ، لكن انا صار معي بشكل سلبي. وكمان كان من معلمة رياضيات، لكن ما علينا. يعني ان شاء الله تعالى اني حاولت اني يعني اجتازها بطريقه يعني ثانيه، مع انها كانت هي عباره عن انها وضعت نظره سلبيه مش نظره ايجابيه او قيمه ايجابيه عندي. لكن اللي هلا ان شاء الله تعالى الرساله اللي حابه اني اطرحها او ابثها، اكثر شيء انه انا لما كنت في سلك التعليم او لازلت مثلا حاليا، اذا بدي مثلا يعني اني استراتيجيه بسيطه تخلق الانسان المبدع ان شاء الله تعالى، او هي بدايات لخلق انسان مبدع، ان تقول للشخص اللي بيكون امامك انه انت انسان عظيم. وكنت دائما اربط هذا الشيء في انه يعني من الحمد لله من عقيدتنا الاسلاميه. كنت ابسط له اياها يعني بطريقه الله سبحانه وتعالى عظيم. كنت معي في هذا الشيء، فكان يقول نعم، فأقول له الله سبحانه وتعالى لأنه عظيم كان يبعث العظماء، الرسل، الأنبياء، المرسلين الصالحين، كل من كان يبعثهم برسالته وبكلمته العظيمة كانوا عظماء، ونظر لهم أنهم عظماء. وأيضا كان ذكرهم في القرآن الكريم، وكان مدحهم في القرآن الكريم أنهم عظماء، وعظمهم في نفوسنا كمسلمين. وهم عندما بعثوا لنا الرسالة، هذه الرسالة العظيمة، نظروا لنا كأنها عظماء. وخير مثال على ذلك محمد صلى الله عليه وسلم عندما رب هذا الجيل، خير أمة أخرجت من الناس الصحابة. كان يعطي كل واحد منهم، ينظر له بمنبار خاص ويعطيه نيشان لوحده، أنت سيف الله المسلول، أنت أمين الأمة، وأنت كذا وأنت كذا. وكان هذا يعني يثري فيهم الحماسة ويبعث فيهم رائع. تبسيط جميل، إيجابية عظيمة. جيد جيد، تبسيط جميل وفكرة رائعة ومجاد. بس سؤال لو سمحتي، كم لك في مجال التعليم؟ بهذا التمثيل البسيط وأربطه يعني بقيم إسلامية عظيمة، رائع، ثقافة إسلامية عظيمة، رائع. إن شاء الله تعالى إن هذا يعني بيكون بإذن يعني الله ثمرة، بإذن الله. يعني بعتقد أنا كنت كمعلم إنها استراتيجية هي بسيطة، لكن إن شاء الله طيب تعالى. طيب لو سمحتي يا أم مجاهد، عظيمة إن شاء إذا سمحتي. الله يجزيكم الخير يا رب. آمين. إذا سمحتي يا أم مجاهد، ممكن كم لك في مجال التعليم؟ والله أنا عملت في مجال التعليم 15 سنة يعني تقريبا. يعني تقلبت في مناصب بعد يعني طيب 11 خليني الأولى. أسألك بعدها في كمساعد مديرة، وكنت يعني تمام. انتدبونا في دورات تدريبية لمعلمين جدد. بالنسبة للتجربة، بالنسبة للتجربة أم مجاهد، طيب بالنسبة أعظم مهنة. جيد أم مجاهد، أخيرا أخيرا، وتجربتك اللي كانت في 15 عاما كان قبلها تجربة وأنت طالبة، يعني مقارنة سريعة بين معلم الأمس ومعلم اليوم، أعطيني أكبر فرق بينهما، بس فرق واحد أكتفي به. المعلم يعني معلم السابق اللي درستي، المعلمة التي علمتك وأنت أثناء مهنة التعليم كان معك معلمات، إيش الفرق بينهم وبين من علمك؟ نعم، فرق واحد إذا سمحتي، يعني ما نظلم الحاضر ولا إنه مثلا نتشدد للقديم. طيب واحد، فرق واحد لازم. فوالله إنه كان في نماذج، كان نماذج في الماضي لا زالت وأثرت عندي، وهي اللي يعني خلينا نقول غرست ثمرة إنه أنا أريد وأحب أن أصبح معلمة. كما كان في نموذج مثلا يعني هو سلبي، لكن يعني الله يسامح الجميع، لربما كان أسلوبه أنا طيب مثلا شكرا ما كنت كطفلة في شكرا ذلك. شكرا جزيلا لك يا أم مجاهد، شكرا شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أنا بس حبيت بهذا السؤال أرمي إلى المدخل قبل ما أرجع إلى مثل الشركاء المتشاكسين. يعني ما زلنا نحن نقول أنه هذا الجيل الموجود قد لا يتذكر المعلم إلا قليل مقارنة بالجيل السابق، تبقى مواقف يعني شوف هذه النظرة اللي بقيت في يعني مثلا في حاضرة وذهن أم مجاهد
وهي الآن كم لها من هذا الموقف؟ أنت الموقف اللي قبل قليل كان كنت في ثالثة ابتدائي، كم له وما زال هو حاضر سواء كان سلبا أو إيجابا. الجيل هذا مع كثرة الطرق ما عاد يفرق الظاهر، يعني في أشياء سلبية كثيرة إيجابية كثيرة، تجي للأباء يقول لك أنا كل شيء إيجابي استخدمته معه. بس أنا أبغى منك تعليق، هل هذا مضطرد ولا ما زالت الروح الإيجابية في الجيل موجودة أكبر مما ينظر إليها الآخرين في الجيل كأبناء؟ أبناء نعم. أولا بالنسبة لعملية التعميم أنه المعلمين الآن والمعلمين سابقا صعب، لكنها أفراد جيد. أيوه. بس في نسبة غالبة. نعم. أيوه هتكلم عن نسبة السبب غالبة. السبب لماذا؟ إنه من قبل كان لا يوجد قناة يتلقى منها الطفل إلا المعلم. جيد. يدخل في الصف الأول ابتدائي لا يفرق بين الألف والواحد أبدا ولا يتعلم شيء في البيت. فلا يجد هذا إلا من المعلم، فالمعلم له ثقل لأنه لا يوجد غيره. الآن التلقي من عدة، المعلم أحد هذه القنوات وربما يكون أقلها. المعلم الآن نحن لا نحتاج إليه في أن يعلم بقدر ما نحتاج إليه في أن يربي، في أن يكون قدوة، في أن يحفز. رائع. المعلومات سهلة الطفل يجدها، مع أنه هذا عمليا يعني حتى الواجبات حتى الواجبات المدرسية ممكن من خلال الإنترنت يطبعها ويقدمها. أي معلومات أي بحث خلاص. فهو يعني لا شك أنه يحتاج يأصل يقدم يعمل، لكن الحاجة له الآن الماسة أنه يشجع يكتشف المواهب، يبرز المواهب، يثني، يحب. لأنه بدون ما يحب الطلاب لا يقدم لهم شيء، بدون ما يحبونه الطلاب لا يتلقون شيء. رائع. وهذا يمكن أشرت إلى نقطة جدا مهمة، قضية مسؤولية المعلم التي يفتقدها كثير من المعلمين، في أنه انحصرت فكرة الوزارة كلها، ما هي وزارة التربية والتعليم، على التعليم، والتعليم من خلال إلقاء المعلومة قد تكون مجرد عما ذكر. نعم. إلا يعني لا شك أنه في لكل قاعدة شواهد، فيه إن شاء الله الخير والبركة. أبغى أرجع للتكامل. أيوة. لأبنائنا. أيوة. الأبناء يعني أبنائنا في هذا الزمان لهم ميزة تختلف عن أبناء الزمن الماضي. جي. أنا من خلال تواصلي معهم حتى الآن من خلال الأسك أتواصل مع الفتيات والفتيان من خلال الأسك، فأجد يعني أشياء سلبية قاتلة وأجد أشياء مؤلمة، لكن في المقابل أجد أشياء مذهلة. النسبة طيب خلينا برضو نحن ما نبغى نكون مثاليين يا دكتور. هو طبعا ما تقدر تستطيع، لا من خلال مشاهداتك. أنت في تتعامل مع مجاهيل. إيه بس في نسب، يعني عدد المجاهيل اللي فيهم خير وعدد المجاهيل الذي يعني يقوم الناس لا يرون إلا السلبيات، يعني ما يبرز لهم إلا هذا. لكنه أنا أقول إيجابي كثير، الإيجابي موجود بكثرة. فتجد يعني فتاة في سن 15-20 أقل حتى 11 وتجد أنها تحترق، تريد أن تقدم شيء، تريد أن تبذل شيء، تقول أنا أفعل كذا أنا مقصر، وفتاة بنفس الطريقة وهكذا. بينما تجد يعني قلة يعني هم يعني عايشين في عالم آخر. هذا موجود هذا موجود، لكن الخير لازال موجود. رائع. ومن الأشياء اللي الله أنعم بها علينا الصحوة الماضية التي مضت قبل فترة، النشوة اللي حصلت للناس ورفعتهم. لولا الله عز وجل من علينا بهذه الصحوة يعني كيف كان وضعنا الآن. أنا أعرف أنه قبل 40 سنة يعني ما كنا نعرف صيام إلا في رمضان، ولا نعرف صلاح قيام في الليل إلا في التراويح فقط. سبحان الله. الطائف بكامله لا أعرف أحد يقوم الليل يصلي التهجد إلا مسجدين عندنا مشهور، العباس والهادي فقط، نسمعهم ونستغرب ليش. وصيام خارج رمضان لا يوجد، والتدخين موجود في كل المجالس والطفايات متوفرة. الآن يختلف الوضع، الحمد لله. الصيام على مدار عوائل وأسر كلهم، الأيام المشهورة الجميع يصومها، صلاة التراويح والقيام الليل حتى في القرى والهجر موجود. فهذه الصحوة السابقة جعلت هذا الغزو الفكري والأخلاقي الآن له مقاومة. فلو جاءنا وإحنا على العهد السابق أبدا تلقي بكل يعني طيب خليني أرجع أنا للعائق، لأنه الوقت عندي يعني شبه شارف على الانتهاء. يعني كنا نتكلم عن العوائق، بعض حين وجود المشارب المتعددة في التربية، هل هذا تعده أنت نقطة تكامل ولا تخوف أنه ممكن يكون فيه مشاكل؟
هو إذا ما في بينهم تآمر ما في بينهم تآمر طبيعي أن يكون في اختلاف طبيعي طبيعي جيد. وعلى سبيل المثال يعني أحيانا الطفل في الأول ابتدائي أهله يحبونه ويهتمون فيه فيأتي مثلا في المدرسة ويقدمون له يقول اكتب هذه الورقة عبي هذه الورقة يروح في البيت يحجز. وهذه حصلت مع ابني وأنا في المدرسة وأنا اللي أعمل لهم فصل مثالي إبداعي فكنت أقول الأستاذ يعني الورقة كثيرة على الطالب قال مو شرط تكتبها كلها قلت وأنا ما أعلم فكيف اللي بعيدين عنا كيف يدرون صحيح. فكان إيش يسوي الطالب يقول لأمه والأخته أنت عليك نص وأنت عليك نص وإلا يبكي يحاولين لكنه أحد الأساتذة الزملاء اقترحت عليه وابني عنده في الصف الأول ابتدائي قلت شوف أنا أريحك تماما من أي عناء اعمل لك صفحة في الفيسبوك وعنده صفحة في الفيسبوك اعملها فقط نزل صور الأولاد نزل مقاطع فيديو لهم نزل أعمالهم وهم يكتبون خل أم تتفاعل معك لا بيتفاعل معك وقول لهم غدا أبغى كذا بعد غدا أبغى كذا فقط سواها يصير أنت ما تصنع شيء أنا ما أود أنك سألتني ما سواه لكن أنا سويت صفحة لولدي فصار ولدي هو اللي يعني يزاحم فتخيل مثلا الآن خلاص يعني الفيسبوك أصبح شيء مفروض أداة تواصل موجودة والناس عندهم كلهم استغلوا أنت نوظف سيقطع يعني. لك مشوار طويل جدا لكنه كيف ترجو من الأب والمعلم يتعاونون وهم ما يعرفون بعض أصلا ولا عندهم أرقام جوالات بعض كيف حتى الطفل في هذه اللحظة يستطيع يلعب على اثنين جيد. مثل الساحر والراهب عند الغلام رائع فهذا يهب هذا وطبعا ما شاء الله الجيل هذا عنده أدوات خلنا نقول الذكاء ما نقول الدهاء الذكاء والحاضر طيب أنا وقتي انتهى وبقي حديث يطول جدا في الإبداع ما زلنا يعني رحلة الإبداع ممتعة وحديثها ماتعة أكثر فنحن نتمنى أننا نظفر منك بلقاء نكمل في هذه المسيرة تعطينا الوعد إن شاء الله هو إذا يسر الله أنت تعرف المدربين هم مثل مكاين الديزل يحتاجون فترة حتى يسخن ويقدم جيد لا بس نحن كذا حس انه اعتدنا الى لا جيد نحن ايوه وممكن انتم في عالم التدريب ما شاء الله معتادين الدوره التدريبيه مثلا 6 ساعات ايوه نحن نختزلها في كبسوله كذا الحين حتى في المضادات الحيويه ما صاروا يعطونا ابو 6 ساعات و8 ساعات 12 ساعه و24 ساعه عشان نمشي نعم طيب انا ابغى اختم بهذا الاتصال بس اذا سمحتي ناخذ الاتصال طيب لعله خير إن شاء الله نحن على يعني وعد دكتور علي أن نستكمل مسيرة الإبداع بإذن الله عز وجل إن شاء الله شاكر لك لطفك وحسن صراحة عرضك لهذه الطريقة الإبداعية في التربية شكرا جزيلا لك أنا شاكر علي. لكم جهودكم الله يرضى عليك اهتمامكم الله يبارك اللهم آمين اللهم آمين مشاهدين الكرام كما تحدثنا وتحدث ضيفنا جزاه الله خيرا عن الإبداع في التربية وأن العملية تحتاج إلى مزيد بذل وعطاء وأن القضية ليست بتلك السهولة فبرج شاركت فيه أكثر من 26 شركة حتى أصبح برجا قائما بذاته قد لا يعرفه الكثير فما بالك ببناء الإنسان يبني القرى يبني الرجال وغيره يبني القرى شتان بين قرى وبين رجال أقر الله أعيننا بصلاح ذرياتنا تكافل من المشاريع الخيرية نطالع هذا التقرير الذي أعده الزملاء ثم نعود.